ترى هل تعلمون أن هناك عمل يرفعك في الجنة يوم القيامة؟ صدق في الدنيا صدقة، تقصد في الآخرة في القبر؟ أيوه، في عمل من أعمال الدنيا يستمر معك إلى يوم القيامة ويرفعك في الجنة. صلاة، برك والديك، كله في الدنيا، هذا عمل وحيد بس ينقطع في الدنيا، لكن يوم القيامة يرفعك في الجنة، يرفعك الأذكار في الدنيا، الذكر في عمل، في عمل يا أخواني يبقى معك حتى في الآخرة، عمل دنيوي يبقى معنا في الآخرة. نعم، هاي حيرتنا يا شيخ، سهل سهل جدا. بسم الله، الزوج الصالح يا رب من فضلك. اللهم لك الحمد. قراءة القرآن، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك الذيب، ونعم يا رب. ما شاء الله، قراءة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا إله إلا الله، بس القرآن. سبحان الله.